مباشرة طيلة في منطقة العملية تكون دفع فارسي محمد عيصر محمد بن سعيد الفارسي مباراة في المنتزه يلا يا الولاد صافرات الحكم فارسي غيتقدم فارسي غيلعبها هدف الاول وصالح النادي الغادي عن طريق محمد عصام الفارسي النادي الغادي يتقدم هدف دون مقابل على حساب شباب مريس ومحمد عصام الفارسي وضربة جزاء اخر دقائق المقابله ضربة جزاء فارغة وتقوت المقابله كانت على الفارسي كانت عودة فارسو يا لها من عودة والتقدم لصالح النادي الرياضي القادرين هدف دون مقابل على حساب شباب مريش اخر دقائق المقابلة اخر لحظات المقابلة بسم الله الرحمن الرحيم اول شيء كنبغي نشكر اللاعبين على المجهودات اللي قاموا بها ونهنيهم على الانتصار اللي كان انتصار مستحق يعني كما شاف الجميع اليوم كانوا اللاعبين كلهم عزيمة واصرار على انهم يحققوا ثلاث نقاط رغم الاستعصاء اللي كنا كنعيشوا هذه واحد يعني خمس مباريات لان عامل ديال الحظ عامل مهم في كره القدم واللي ما كيمكنش نتحكموا فيه دونك كما شافوا كما شرتي لي في السؤال ديالك ان كانت العديد من الفرص اللي ما ترجمناهاش ولكن الحمد لله باصرار وعزيمه اللاعبين بقاو تيقين في الامكانيات ديالهم بقاو تيقين في النصر وهذا هو اللي تأثرنا في اللحظات الأخيرة عن طريق ضربة جزاء اللي كانت كافية أنها تمنح ثلاث نقاط والفوز غادي يعطي واحد شحنة معنوية كبيرة لجميع مكونات النادي ولكن كنبغي نشير إلى كان شي فريق كيعيش المعاناة في هذا الموسم فهو النادي القنيطري لأنه منذ البداية ديال الموسم حنا كنعيشوا في يعني في معاناة بلا ما نرجع للي ديطاي اللاعبين كنشكرهم يعني جزيل الشكر حنا كنا يعني كنا عزيمه وكنا اصرار على اننا نقدموا لا ميور فيرسيون على فريق ديال النادي القنيطري ولكن حنا دابا كنلعبوا على لي كولور وكنلعبوا على الجماهير ديالنا ولكن هذا الشيء ما يكفيش وما كيبشرش بالخير لان كنبغي نوجه واحد النداء لجميع المسؤولين في يعني مدينه القنيطره انهم يلتحفوا حول الفريق لان الوقت ما كيسمحش ويحاولوا انهم يلقوا الحلول العاجله لان في ظل هذه الظروف ما يمكنش لنا نهضروا على مشروع ديال الصعود ولا شيء من هذا القبيل وكنتمنى ان هذه النتيجه تخلي الجميع يستوعب الوضع اللي فيه النادي القنيطري ويحاول يمد يد العون حسب كل واحد حسب يعني القدره ديالو حسب يعني من دائره الاختصاص ديالو ان شاء الله شكرا.